شاتي لا رجال. حبيبي تسلم. طب ادي ولا قلبك جرير خلاه. يا عم اتكل على الله. يا عم اتكل على الله. هو ده اللي ناقص. سلمنا نفسنا الواحده ست يبقى نلبس ارانب. يا مين انت بس اللي لابس ارنب؟ احنا لابسين فلاحين. ما هو انا ايه وانتوا ايه؟ ما هي المخرجه الست دي اللي تلبسني ارنب ممكن تخليكوا انتوا كمان تجروا المحرات زي مثلا لا كله الا كده. انا ما ارضاش اعمل كده ابدا. ده على جثتي. يا بنفهم ما دام المخرجه ست يبقى عايزه تكسر عينينا، عايزه تذلنا. احنا عشان رضينا نشتغل في برنامج اطفال يبقى احنا عيال يعني؟ بس ما تقولش عيال. لا احنا كده عيال بقى. ما تقولش عيال، احنا رجاله وهنفضل طول عمرنا رجاله. يا ابني لما ترضى ان مديرتك في الشغل تبقى واحده ست يبقى ما تزعلش يا معلم لما مراتك في البيت تقول لك اكشن، تقول لك ستوب، تقول لك ما تتكلمش غير لما اقول لك. ومين قال ان احنا رضينا؟ احنا رضينا؟ مين اللي قال؟ ده احنا نلبس طرح يا جدعان. ما هي فرق ايه؟ فرق ايه الطرح عن الارنب؟ ما هو اهو لبسنا ارانب. احنا هنسكت يا رجاله؟ لا مش هنسكت. احنا لو سكتنا ما نبقاش رجاله. بس انا عايزكم في ظهري تقفوا ورايا. احنا هنتكلم، مش عايزين كلمه تودينا وكلمه تجيبنا، مش عايزين كلمه من واحده ست تجرينا زي الارانب. احنا مش ارانب. بس عشان داخل علينا اهي داخل الست هاني. في ايه يا اساتذه؟ احنا عطلانين ليه؟ في ايه؟ شوفي حضرتك من غير لات ولا عجن عشان احنا رجاله وملناش في الكلام ده. احنا ملناش في لات الستات ولا مؤاخذه. لات الستات؟ شوفي حضرتك احنا محتاجين مخرج راجل نعرف نتفاهم معاه. احنا ما يشغلناش غير راجل زينا. راجل زيكو؟ متأكدين؟ يعني مش هتشتغل؟ لا احنا عايزين المنتج. احنا كلامنا من الاخر كده مع المنتج. لسوء الحظ بقى انا مش بس مخرجة البرنامج، انا كمان المنتجة. واذا كنتوا ما ترضوش تشتغلوا مع مخرجة ست فاكيد اكيد مش هترضوا تشتغلوا مع منتجة. انا مذهول. انا مش مصدق بصراحة. يعني معقولة في 2016 في ناس لسه بتقول راجل وست ومخرج ومخرج؟ لا ومين فنان ممثلين وفي المجال الفني وفي البرامج وفي الافلام؟ مش معقول، مش معقول. غير الست اللي وصلت لاعلى المناصب، وصلت لاعلى المراكز، بقت عالمه ووزيره وبكالوريوس تجاره وسواق التوك توك وكل حاجه. انا مش فاهم. الست اللي هي الام والزوجه والحبيبه كلام ديت. انا مش مصدق. هنعمل ايه يا استاذ؟ الظاهر ان لسه بدري قوي، يمكن بعد مليون سنة الممثلين دول يمشوا. ماشي مع السلامة. وخلي الأرنب يستنى. خلاص بالسلامة دول. شكرا. الملابس بقى يا جماعة لو سمحتوا، والنهاردة مالكوش لا غدا ولا قبل. وهاتوا الشاي ده. يا رئيسة يا أستاذة معلش أسأل حضرتك على حاجة. يا رئيسة